can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh. We love it too. شكرا دايما سلفا. شكرا لكل المشاهدين اللي بعدنا امام شاشه ال ام تي في لهالحلقه الرائعه من الاخر الليله. متابعين بحلقتنا لليله وهلا public figure. اعلاميه لبنانيه تميزت بالشكل والمضمون، بدات حياتها المهنيه كمذيعه ربط فقرات ومن بعدها قدمت حفلات عديده منها الميركس دور. هي زميلتنا بالام تي في وتحديدا ببرنامج الايف. نستقبل سوا ذا وان اند اونلي رولا صفا. I'm so glad you came. Finally, Alam. Salam, Bikin. Good evening, Alam. Yeah, how are you? Smile, Alam. What's the name of this whole thing? Tislam. We're all beautiful. The place is all beautiful. You're beautiful. Thank you. جاي ايديك فاضيين لانه نحن اهل البيت ما جايبه شيء معك. فهمت مثل شو؟ شو المناسبة؟ لا انه جيبي شيء معك. لا ليك لو بدي اجيب شيء كنت بفكر اجيب شيء لاودري بصراحه. يا حياتي ثانك يو ثانك يو. الله يخليلك اياها. ثانك يو. شكرا شكرا. انا جبت لك شيء. جبت لك كادو. تفضلي. اوه يا حياتي شو مزوي. يا حياتي شو مزوي. شو عندك فوبي؟ هيك دغري مبلشين. عندك فوبي من الام رصاص؟ شوي شوي. عذبوني. تعذبت كثير بالقلم الرصاص وبترجعني 20 سنه لورا بصراحه بيير. بدك تعرف القصة؟ أكيد. مش لأنه ما بحب أكتب برصاص. من 20 سنة لما بلشت حلم إنه أكون مقدمة برامج ومذيعة، كان في فترة تدريب كتير طويلة، عادة بدربوا المذيعة حوالي شهر، أنا طولت 3 أشهر لأنه مثل ما بتعرفوا تعلمت العربي على كبر. وكان بوقتها الأستاذ إلي صليبي الله يرحمه مدير الأخبار بالال بي سي اهتمام خاص فيه، فكان يبعث وراي يوم أي يوم لا يقول لي عادي يا بنتي، واللي بيعرف بيعرف قد ايه هو مكشر ولكن قد ايه قلبه كبير وقد ايه قلبه طيب، عادي يا بنتي وانا اقعد. اللي تفضلي هذا القلم، اخذ القلم حطيه بتمك، لازم حطه؟ ايه ايه حطيه. نضيف؟ نضيف ما تعطي حطيه. هيك هي ورقة. خيني ورقة. أعطيك ورقة. هيك وقال لي ري يا بنتي. ري. واو. مساء الخير، حلقة جديدة من الآخر. وبهالطريقة تعلمت إنه بفك الحنك أو بيفتح الحنك من ورا حتى تقدر تطلع مخارج الحروف بتاعتها. هاي لازم نجيب له كذا قلم لبيير شكله. أنا بدي تروس بكملك كلام واحد. بقلمي كاملة. فالله يرحمه والله يوجه له الخير. هذا غير العذاب اللي عذبته لداريوس أنطوان كاسابيان، بوجه له تحية كثير كبيرة، بوسة كبيرة وبحبه كثير، هو أستاذي وأستاذ الكل بتصور. أستاذنا داريوس بوجه له تحية كثير كبيرة. عشت 18 سنة بأمريكا. صح. ورجعت على لبنان. رجعت. وما بتعرفي تحكي ولا تكتبي عربي ابدا. بحكي مكسر ولكن اقرا واكتب ابدا، تعلمت على عمر 23. بس اليوم عم نشوفك مذيعه متميزه. ايه لانه تعبت واجتهدت وسهرت وكثير تعبت على حالي من ناحيه اللغه لغويا، مع انه لما بلشت الكل بيعرفوا كيف كانت لهجتي، ولكن مبرره بتصور بوقتها لشخص عاش تقريبا كل حياته بالخارج وعم يتعلم عربي. انجليزي عربي؟ انجليزي عربي شويه فرنسي و ايطالي. ايطالي؟ اي. اذا بدكم تحكوا عني انت وليلى شو بتقولوا؟ هيك ما كثير. ان بوكو، ان بوكو لا سكولا. ما كي لو؟ تي بياتشي فيرامينتي؟ سي، مي بياتشي مولتو. انكا مي بياتشي تانتيسيمو. اي بوانو، اي بوانو. اي مولتو بوانو اي كارينو، ان بو باسينو بيرو. ما اي ان بادري، ان بادري. اي ان بادري دي اونا بامبينا. معايا تسكت. ضو اخضر ليلى. سمعت بامبينو. بادري. 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 اجمعهم سوا. برجع لاودري اللي بلشنا فيها من شوي. هلا اللي حكيتوا عني. يعني حرقتونا عن كل التليان اللي نجوزوا عن بلد. تبع سيرة التليان انغرمتي بشاب تلياني وخطبتيه؟ يس. شو كان اسمه؟ جو. جو؟ جوسيبي. جوسيبي ايه. جوسيبي. جو ذا تاكسي. جوسيبي وكانت قصة حب وبتعرف ببداية حياتي. وتعلقت فيه كثير ولكن الظروف فرقتنا
وقد ما كنت مغرومه بوقتها طار وطار الباسبور معه الباسبور موجود هو طار بس الباسبور بس بتعرف الحب بيعمي اوقات وما كنت عارفه انه بس دولتين بالعالم بيحكوا اللغه الايطاليه فغضينا النظر عن هالشيء وتخصصنا بالإيطالي بس استفدت بالحديث مع ليلى كثير رولا مع انه تعلمتي بالكريون هيك الحكي بس شفنا في برنامج منا وجر انه كثير بينتقدوا طريقه كلامك ردي عليهم مره لانك لوحدي وكل مره ما رديتي ولا مره على حدا رادار كل مره بينتقدك وبجين مانيير هيك سامباتيك بس بطريقه مهضومه اكيد كثير بس ردي عليهم عندك فرصه واحده لكن ما في داعي ارد لانه اللي اكتشفته انه الناس كلها عم بترد عني ما في داعي ارد ما في داعي الا اكون نفسي لانه ما في حدا معصوم عن الغلط ويمكن هي من الاسباب اللي تخلي الناس يحسوا حالهم هالقد قراب منا لانه بيشعروا انه نحن مثلنا مثلهم بنحكي مثلهم بنغلط مثلهم بس انت اللغه انت بتلبق لي كثير يعني عن جد يعني اللي بيعرفك يعني انا حكينا شوي بالكوليس انا وياك واللي بشوفك انت يور كيوت وهيك كيف ايام بتغلطي هالغلطات انه يمكن بيلبقوا يمكن لو ما بتعمل هالاغلاط ما بعرف انه صار يعني ضمن شكلك وكيف تتصرف وكيف تحكي فيتس ذا بيرسونا ذا بروفايل عن جد كثير بس يمكن اول ما بلشت كنت كثير اعطى الهم لانه ما كنت متمكنه من اللغه ولكن مع مرور السنين بيتعلم الشخص خاصه بهالمهنه انه حتى يتميز لازم يكون عنده هويته الخاصه ولما هاللهجه او هالهفوه او هالاغلاط بيصيروا عفويا وهيك بتكون هويتك على الهواء يعني ليش ليش يعني هلا اذا بتقطع هلا مثلا ما بتعمل غلطه بتعمل ستريس بلشت افهم ايه رولا انت عم يركزوا على الاخطاء اللي بتعمليهم لازم يركزوا على شيء ثاني انا بتابعك دائما لما بتقعدي بتستضيفي حدا اذا استضفتي طبيب بتفوتي معه بالتفاصيل بتكون كل شيء مقابلتيه مره بتفوتي معه بتفاصيل طبيه كانك طبيب بتقعدي مع مهندس بتفوتي معه بالتفاصيل الهندسيه كانه مهندس، شو سر هالمعلومات الواسعه؟ مظبوط اولا راشد مبروك ما عملت بارك بعمرك ثانك يو بنتك عرفت الثقافه هي مش بس انه تكون متخصص بمجال واحد، الثقافه هي انه تعرف برايي شوي عن كل شيء حتى تقدر تاخذ وتعطي مع الشخص شو ما كانت خلفيته، خاصة لما بتكون لايف على الهواء مباشرة مع الشخص هيدي كمان لازم تحسسه انه انت عارف شو هو الموضوع هون التحضير اساسي يعني قد ما كنت مثقف وقد ما كنت شاطر بدك تحضر رولا مع كل السنين بعدك بتحضرك اليوم بعض المواضيع اذا مش متمكنه من الموضوع وما بعرف بالموضوع ما بتفلسف على الهواء اهم شيء الشخص ما يتفلسف على الهواء اسهل شيء نطلع على الهواء ونعبي هواء عندي سؤال لك وبدي بتمنى انه تجاوبيني مش جواب دبلوماسي انت بتحسي انه يمكن بتفضلي انه ما تشاركي السبوت لايت مع حدا ثاني كونك مع كذا حدا وفي كذا فقره بتفضلي انه يمكن تستحق يكون عندك شو لحاله ولا هيدا الشيء مش يعني نجاح لإلك؟ ما تقولي رح جاوبك بكل صراحه ايه؟ انا من اول ما بلشت بهالمجال بدي برنامج خاص لإلي اوكي. وكنت واضحه من البدايه هلا سنين اثبتت انه هالشيء صعب نوعا ما خاصه ببلد مثل لبنان وبمنطقه مثل منطقه الشرق الاوسط انا ربيت بنيويورك بامريكا وهونيك في شيء اسمه ذا امريكان دريم وبتتعلمي انه على قد ما بتتعبي وبتعطي وبتجتهدي بتلاقي للاسف بلبنان وبالدول العربيه معايير التطور والتقدم تختلف نوعا ما ومعروفه اجمالا شو هي بس اللي بيقدموا برنامج صباحي يعني اليوم جود مورنينج امريكا وغيرها اليوم كل هول المقدمين اللي بيقدموا هذا البرنامج كمان خلقوا نوع من اذا بدك مش بس نجوميه هويه كمان لهم حتى هويه خاصه لهم واليوم هن الستارز ما فينا نشوفهم بغير محل انت تنزعجي بركي اذا مثل ما قالت انجريد انه تكون هاي هي الهويه تبعيتك ولكن طالع على بالك يكون عندك هويه ثانيه وصبغه ثانيه ابدا البرنامج لانه مش هي الواحد اليوم يحاور 8 جوف لايف على الهواء كل يوم 4 5 ساعات يعني حتى انا لو بدي بالاطار اللي انا فيه هلا ما بقدر اقدم برنامج لايف لوحدي 5 ساعات مباشره على الهواء كل يوم بتهلك المقدم قد ما كان شاطر وقد ما كان متمكن يعني بنهلك يعني بحاجه لاكثر من شخص وبنفس الوقت الناس بتزهق يعني لو برنامج نص ساعه ربع ساعه ساعه يمكن تتحمل بس برنامج يومي وخمس ساعات حلو تنوع السؤال بعد اخير شو علاقتك مع الوعي بكير واول شيء بتعملي بتحطي ميك اب تطلعي على التلفزيون الوعي بكير و وتحطي ميك اب دغري اول شيء مجبوره كارثه يعني تخيلي اول ما بتوعي بتحطي يعني انجريد هلا لإلي قصاص لانه مشوبي وعارفه حالي عم بعرق وفي ميك اب على وجهي يعني
عبالي غط بالبسين بصراحة. هلا بس خلص. أنا سؤالي شوي ثقيل، بدي جاوبها بس على سؤالها. الوعي بكير لإلي ما بحبها، ومعروف عني ما بحبها، بس سبحان الله بفصل، يعني بعرف حالي عندي شغل، ممكن يكون وعي كل الليل، بس أنا مسؤوليتي أي ساعة بتوعي؟ 6. أوف. بتوصلي على الـ MTV أي ساعة؟ 7:15. بتخلصي؟ 1:30. بترجعي بتنامي ولا لا؟ بدها تحضر لتنام. بتغدى، ما اختر شوي. على الأربعة بتخلص بطاريتي، لازم نام 5-6، وفي 8-9. ما بتجيبي باور بانك معك؟ يا ريت، عم نخترعه. قولي أنت درست مسرح بالجامعة؟ نعم. ما مثلت أبدا؟ نو، مش هون. كنا نعمل مسرحيات بنيويورك. ليك تقدم لي عدة عروض هون. بوقتها ما كنت حاسه حالي جاهزه، وفي اطار معين انا بشوف حالي فيه بالنسبه للتمثيل، بعد ما لقيت هالاطار، بس I'm open، ما عندي مشكله، بس يكون شيء. مين بيشجعك اليوم اكثر، اولادك على تمثيل؟ اكيد لا. اولادي انجح حلقه الايف، مامي وقفي شو لابسه، فرجينا برمي. انا هون. اسم الله، قد ايه عمر اولادك؟ كريم عمره 20. واو. وهادي 19. اسم الله. You look. واو. Thank you. I call them my giants، لأنه هلا بتشوف الصورة. اسم الله. تجوزت على الأربع سنين يعني. على الأربعة. اسم الله. تجوزت دغري بس جيت على لبنان. قاعدة. أنا بدي أحكي شوي عن رولا، لأنه في علاقة شغل بيناتنا بإلايف. أنا بطلع سيجمنت فاشن، وتعرفت على رولا بغير كادر الشغل. هون رولا سؤالي لإلك، بعرف قديش أنت بتكدحي بالشغل، وقديه تعبتي لوصلتي لمحل ما أنت وصلتي، بعرف إنك ربيتي أولادك، يعني يلي ما بيعرف قديه تعبتي لربيتي أولادك ووصلتيهم لهن هون. سؤالي هون بيقول لك، على شو بتندمي بالحياة؟ كلمة ندم ما بحبها. كلمة لو ما بحبها، لأنه بتحرق، بتقهر. فأفضل شيء نتخطاها. كل شيء بيصير بحياة الإنسان، تعلمت إنه له سبب. Everything happens for a reason. يمكن ما بتكتشفوه بوقتها، بس لاحقاً بتتعلمه. في درس أنا برأيي بكل شيء. بس كنت بتمنى لو قضيت شوي وقت أكثر مع أولادي. بشوف صورهم هلا، هن وصغار بجن. بس عوضت بكثير أمور. الأولوية أكيد لأولادي ولعائلتي. وجودك بغواتيمالا كانت فرصة ولا كان خيار شخصي؟ شو هالمشوار؟ بتعرف ذكرتني، لأنه أوقات بحسه حلم. ولا كان هروب لإلي بوقتها، لأنه كنت بمرحلة بحياتي بحاجة لتغيير، وإجا بوقته هالمشوار، وكان هذا عدة أهداف، يعني أولاً تتمتع بهالبلد الرائع، شوف عمل خيري طبي إنساني عن قريب كيف بيتم بدولة مثل غواتيمالا، وأتعرف على شعب كتير مختلف عنا، وعلى نمط حياة كتير مختلف عن حياتنا. هالصورة اللي عم نشوفها شو؟ هيدي صورة مع أحد البيشنتس، مرضى بغواتيمالا، طفل صغير. معظم الأطفال اللي عندهم، أشخاص اللي عندهم هالحالة، هن أطفال بيولدوا مع شفة أرنبية أو سقف حلق مفتوح. الجمعية اسمها جلوب سمايل فاونديشن. تعرفت على رئيسها بالصدفة ببرنامجنا بالفقرة الطبية. هو من أصل لبناني، وصار له 30 سنة بيبرم العالم مع أبرز الأطباء والجراحين تيعملوا عمليات جراحية لهالأطفال اللي مش قادرين يقدموا لأموال أو كلفة العملية. عمل جبار، بيستاهل كل التقدير، لأنه كرس كل حياته لشفاء هالأطفال اللي ما بينتموا لا لدينه ولا جنسيته، ولا في شيء بيجمعوا فيهم إلا الإنسانية. ما فيك إلا ما تحترم وتقدر شخصية. رولا صفا، بستين ثانية رح أطرح عليك عدد من الأسئلة من الآخر، بدي إياك تجاوبيني على كل سؤال بجواب مختصر. بدي أطلب منك تتوجه على الكرسي اللي قدامنا، ونجرب نشوف كم سؤال ممكن تجاوبيني ب60 ثانية على الأقل. شو قصاص؟ ها؟ قصاص؟ لا مش قصاص. شمية. رولا صفا، من الآخر، ألايف أو بروجرام منفرد؟ ألايف. من الآخر، كاتيا مندلق أو رانيا أشقر؟ ما أسألك. ليه بدك تحرجني؟ من الآخر، لبنان أو أمريكا؟ لبنان إلى حد ما. من الآخر، أعمال إنسانية أو إعلامية؟ أعمال إنسانية. من الآخر، السهر أو الوعي بكير؟ السهر.
من الآخر بحر أو سكي؟ بحر. من الآخر مالح أو حلو؟ حلو مالح. من الآخر الإعلامي المفضل عندك؟ الإعلامي المفضل عندي؟ أف. من الآخر؟ أحب وجهي. لاري كينغ. من الآخر التواصل الاجتماعي، مين أي شبكة التواصل الاجتماعي بتفضليها أكثر شيء؟ انستغرام. من الآخر شو أكثر شيء بتحبيه بحالك؟ تواضعي. وهذا أكثر شيء تميزتي فيه. تفضلي رولا صفا. من الآخر جاوبتي على 10 أسئلة ب 60 ثانية، كنت كثير سريعة. غيرك جاوب على 50 60 ثانية. ليلى من الآخر. من الآخر بقول لها برافو عليكي لأنه أصريتي، وممكن قد إيه تكون اللغة عائق للإنسان تيعبر في بلد جديد عنه، وبرافو لأنك وصلتي لمحل ما لازم تقولي شيء أبارت شغلك اللي عبر عنك. برافو. شكرا ليلى. شيخ ساري. أنا بس أرجع كلمة قالت على المعرفة اللي عندك يا عدة مواضيع، وأنت قلت شوية من كل شيء بيكون. أنا مرة عملتي لي انترفيو من زمان، صح تذكر؟ ولاحظت جننت استوديو، جننتنا تذكر. بس لاحظت أنه بتعرفي أكثر من شوي من كل شيء، والعجبني كثير بعدين أنه اهتمامك، يعني عن جد بتلحق الشغله للاخر. حتى جيتي على الاكزيبيشن كنت من اول صحيح. الناس، يعني عندك انه ايموشن قويه وحنيه. نعم. وهيدي مهمه. كان في مقابله او ما كان في مقابله كنت رح اروح على الاكزيبيشن لانه شغلك بيستاهل انه نشوفه. ثانك يو. في اكزيبيشن جديده هلا بسبتمبر وكتاب كمان. وكتاب كمان. ان الله راضي. بدك تطلع معنا قريبا يعني. يلا. خلص. من الاخر انجريد. رولا اذا انا بتخليني يعني بعرف يمكن عمري مشتا اقول لك اي نصيحه، بس يمكن بنصحك انه ما تحسي بالذنب تجاه اولادك، لانه يو ار ا وركينج ماذر اند يو ار سكسسفل وومن. وواحد لازم ما يحس انه لازم يختار يمكن الغير على نفسه، لانه كل جنراسيون تبعي رح نكون عم نشتغل، رح يكون عندنا اولادنا نلاقي التوازن مزبوط. سو انت عملتي وربيتي اولاد اوبسلي كثير منيح. سو ما بحس بتعرفي منا بالذنب على قد ما بحس انه بشتاق لهم، يعني رح يكون عندهم هن العقد اولادي قد ما بقول لهم بشتاق لكم، فالله يساعدهم هن. انا كثير بحب الطريقه اللي انت بتدخلي فيها المعلومات للببليك للشعب، من ناس بيكونوا بروفيشنال، سو بتسهلي عليهم الامور وبتصير الحديث ممتع والمقابله بتحصل بتصير كثير ممتعه. وانا بهنيك يا هالشيء. شكرا لك. زهير طويل من الاخر. من الاخر كل القالون بدي ازيد عليهم انه برافو عليك لانك مره قويه. عم بيقلدني شو يعني؟ ما طلع بشيء انت لحالك. لا مره عن جد حلوه انه مره قويه، وبنعرف نحن المره بمجتمعنا قد ايه بتقطع بظروف صعبه، وقد ايه كل ما تكون قويه كل ما رح ينتقدوها زياده ويجربوا يكسروها، بس انت مبين انه بعدك طالعه وان شاء الله تكفي طلعتي. قاعده من الاخر. انا بقول the more I know you رولا، بعرف الكواليتيز اللي كثير فيكي، وبدي اقول لك شغله، ورا كل مرأة عظيمة هي لحالها، هي نفسها. حبيبتي رسالت. حبيبتي all the best. حبيك كثير. وانا بتشكر كثير رولا صفا، فعلا انت اعلامية مميزة. نحن كمان زملاء بالام تي في، بس اكثر من هيك فخورين فيك اليوم بوجودك معنا على البلاتو، بوجودك بالام تي في. نحن بنعتز كمان بمعرفتنا فيك كاعلاميين. شكرا كثير رولا صفا لوجودك معنا. ثانك يو سو ماتش. ابريشيت ات. ثانك يو. تابعين من الاخر رح توقف للحظات مع البريك. سيرج شو عم تحضر لنا تنشرب؟ بار بيير. اليوم عم نعمل شيء مع تانكر ايجن، بدنا نعمل شيء بلا شوغر سيروب لانه هلا العالم عم تنتبه شوي على الكالوريز وهيك، فهذا رح يكون شيء هيك شوي اسيد، بس انه رح يكون شيء خرج تري او خرج يكون شيء على البحر. تشيرز. يلا Cheers. رح نعطيك على القد 5 دقائق، رح نروح بريك كثير صغير، انت ما شي ما تروح على محل. تشيرز وين ما كنتوا موجودين. بريك كثير صغير، بعد في فقرات عديده بحلقتنا، اما شيء خليكم عم تتواصلوا معنا على تويتر. بريك وبنرجع.